مساء الورد، ورجعنا تاني. أجواء العيد، ميري كريسمس من المحور. الفضائية الأولى في الوطن العربي كانت مميزة، وفي مصر كانت الأولى. سكر حلوة الدنيا سكر، أغنية بنحبها قوي. لكن مريض السكر هو مريض مش بيعرف يمارس أبدا حياته زينا كده زي باقي الناس. دايما عنده مشاكل، له أكل خاص بيه، ما بيعرفش يأكل يعني من نفس أكل البيت، بيتعذب لما بيشوف قدامه حلويات، ما بيبقاش عارف يأكل إيه وإيه اللي هو صح. بيبقى عايز يعني يتصرف زي الناس، يعني في حفلة في عيد عايز يأكل حلويات، يأكل من أكل الموجود، ما بيقدرش. وأحيانا ما بيقدرش يقاوم، ولو فكر مجرد فكر بيلاقي السكر على طول ارتفع، واحتمال لا سمح الله يوصل لغيبوبة السكر. عشان كده كان من أنجح الحلول وأحدث الطرق هي جراحة تحويل المسار. مفيش تحويل المسار، مفيش خوف إنه هو عنده علاج السكر، مفيش أي مشكلة يعمل تحويل مسار. هو علاج السمنة والسكر معا. هنعرف كل ده، بس خلوني في الأول أرحب مع ضيفي الاسم الكبير في عالم جراحات السمنة، وهو البروفيسور دكتور وليد إبراهيم، أستاذ جراحات السمنة المفرطة وأستاذ جراحات تكميم المعدة وتحويل المسار المصغر بالمنظار، ودكتوراه جراحات المناظير، وعضو في الاتحاد العالمي لجراحات السمنة. أهلا بيك دكتور. أهلا بيك. أنا أول حاجة كده يعني في هذه المقدمة خطرت على بالي، أنا ممكن يعني يكون لا سمح الله عندي سكر، ولكن أنا مش تخينة، فهنا ينفع تحويل المسار لحد عنده السكر يعني بتفيده؟ لا، هو يستلزم أن لازم يكون في زيادة في الوزن. زيادة في الوزن مع السكر، نتكلم في السكر من النوع التاني. نعم، في درجات سكر من النوع الأول، بس احنا بنتكلم في الأساس تحويل المسار هتبقى مفيدة جدا، انها تضيع السكر تماما. يا سلام. مع مريض السمنة اللي عنده سكر من النوع التاني. يعني هو لو عمل مثلا ما بعد العملية بقد ايه يقدر يعرف نتيجة العملية؟ في خلال شهر. بس طبعا مستوى السكر ممكن يوصل للطبيعي في خلال 24 ساعة بعد العملية. هو بمناسبة السكر، نعم، كمرض، هو انت في حياتك انت ممكن اي حد يبقى صديقك، نعم، وفي نفس الوقت الاصدقاء الغير مرغوبين انت ممكن بمنتهى البساطه تخلصي منهم. انا بعتبر ان السكر هو الصديق البغيض اللي هو مريض السكر غصب عنه مضطر ان هو يتكيف معاه ويحايله. لما اتعملت جراحات تكميم المعده وتحويل المسار غيرت من الرؤيه دي تماما، لان الملاحظات اللي بعد العمليات دي لقينا ان السكر من النوع الثاني بيختفي تماما. يا سلام. عندي صديق ماشي نروح نتعشى، وزنه زايد، واخد معاه الحقن والانسولين، وهو قاعد لو كل يعني عارف يعني الصديق الكريه. ايه الصديق الكريه ده؟ مجبر ان هو يتكيف معاه، مجبر ان هو ياخده صديقه، هو لو بايديه مش عايزه لانه مرض بغيض، وفي نفس الوقت ملوش علاج قطعي. يمكن الحل القطعي هي عمليه تحويل المسار. تحويل المسار. يمكن هنستعرض النهارده حاله عندها السكر وبتعرض تجربتها بمنتهى الشفافيه. هي واحده من وسط الاف الحالات اللي عملوا عمليه تحويل مسار والسكر اختفى تماما بدون ادويه. ما شاء الله. بس كان وزنها يعني فوق ال 100؟ كان وزنها فوق ال 100. فوق ال 100. فهو لازم يكون في زياده في الوزن 15 ل 20 كيلو فوق الوزن الطبيعي. عندي مليون سؤال. انت اتكلمت في حته موجعه وحلوه والناس مش فاهمينها، بس في معانا فيديو، يلا نطلع نشوفه ونعلق على الفيديو. اسمي ايمان مصطفى، عملت العمليه من 3 شهور تحويل المسار. كان عندي سكر فباخدش ادويه السكر، لبست اللي عندي ده من الوقت وسع جدا. يعني الدكتور وليد كان بيبني حالتي من البدايه للنهايه، يعني كل حاجه بيعملها لي كان سبب في ان انا رجعت لحياتي من جديد. يعني اول ما حطيت رجلي في الارض بعد سنتين
وشهرين بقيت فرحانه جدا. اول ما خس بقى هعرف اخرج وارجع تاني لحياتي. سمعت عن الحمله اللي عملها الدكتور وليد فرصتها تتغير، عرفت ان انا البدايه. بتمنى لكل واحد داخل يعمل عمليه ربنا يوفقه ويوفق الدكتور وليد. مبادره فرصه تتغير مش مجرد حمله ضد السمنه ولا عمليات جراحيه، دي مبادره عشان تحقق بيها حلم مهما كان حلمك. مهما كان حلمك، مهما كان حلمك، الدكتور وليد عنده تحقيق الحلم سهل. انا مبسوطه جدا انك انت بتدي امل للناس، تديهم فرصه انه يرجعوا يعيشوا ويبقوا بصحه. ولكن دايما سؤالي بعد ما عملنا تحويل المسار وربنا كرمنا والسكر اختفى ماشي، انا اعمل ايه علشان احافظ تعليمات على ما بعد هذه العمليه؟ هو اهم حاجه في عمليه تحويل المسار كمتابعه مش نوعيه الاكل ولا طبيعه الاكل قد ما متابعه الجسم ككل، اللي هي المتابعه مع الطبيب. لازم يكون في متابعه من ناحيه التحاليل بصوره دوريه كل 6 شهور وبعد كده كل سنه وبعد كده كل سنتين، لان لازم نشوف تاثير تحويل المسار. زي ما العمليه اثرت واعاده تنشيط البنكرياس، هي بتعمل اعاده تنشيط لجميع الهرمونات اللي في الجسم. فدور المتابعه مهم قوي في عمليات تحويل يعني المسار. ممكن لا سمح الله انه يرجع السكر تاني مثلا؟ السكر عمره ما يرجع تاني مع عمليات تحويل المسار، ما يرجعش خلاص اطلاقا. ايوه كده، ايوه كده، الضيف التقيل. عمره ما يرجع تاني مع عمليات تحويل المسار. لان الموضوع مش متوقف على التغير الميكانيكي اللي بيحصل في العمليه. نعم. الموضوع فيه هرمونز بتخرج من الامعاء نتيجه للتوصيله الجديده. بتعيد من تنشيط البنكرياس وجميع الهرمونات على مستوى الجسم. المواضيع كلها تحت دراسات، يعني لغايه دلوقتي دايما في دراسات عشان يشوف الهرمونز ايه اللي بتطلع بالظبط وايه اللي بيحصل، عشان يبقى الموضوع دقيق جدا. انما احنا بنتكلم في عمليه تحويل مسار في خلال 30 سنه اللي فاتوا، سواء كان تحويل مسار كلاسيكي او تحويل مسار مصغر، كله بيقضي على السكر بنسبه 100%. الكلاسيكي بتقصد فيه يعني الجراحه اللي كانت القديمه بتتعمل؟ لا، ايه هو؟ نوعيه التوصيله نفسها. اللي هو نوع من انواع التكنيك في العمليه، لان في كذا نوع من انواع تحويل مسار. نعم. الاحدث على الاطلاق اللي هو تحويل المسار المصغر. كل انواع عمليات تحويل المسار اثبتت فعاليتها بنسبه 100% في علاج السكر من نوع تاني. حتى لو كانت بواسطه المنظار من السره، يعني هي نفس الكفاءه نفس النتيجه. احنا بنتكلم في تكنيك العمليه كتحويل مسار. نعم. اما الحاجات اللي ممكن تخش في طريقه عمل العمليه عن طريق جرح واحد زي السري او عن طريق 4 فتحات زي بالصوره الطبيعيه، دي مجرد من دي طريقه دي من ناحيه الجروح. دي طريقه. انما كتكنيك العمليه كتحويل مسار ده ليه انواع كتير، احدثهم المصغر، وكل انواع عمليات تحويل المسار اثبتت فعاليتها بنسبه 100% في علاج السكر من نوع تاني. الله 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 الله. الحقيقه طبعا انت رديت على السؤال من اول ما اتكلمنا، انه اذا حد ما كانش تخين قوي، يعني كان 80 كيلو 70 كيلو وعنده سكر، هل تجري له العمليه؟ لا، لان ده غالبا هيبقى سكر من النوع الاول. من النوع الاول ده يبقى نوعه الوراثي. وغالبا السكر ده من منذ الصغر، ان البنكرياس اصلا ما عندوش القدره انه يطلع انسولين. اها. فده مش هتجيب مع العمليه نتائج ايجابيه. نحن احنا بنتكلم على وزن زياده 15 20 كيلو فوق الوزن الطبيعي مع السكر، هو ده اللي بيجيب معاه نتيجه هائله. دي ثوره في الطب، دي ثوره في الطب. احنا لو اتكلمنا على عمليات السمنه هنعدد ان هي ثورات، لان هي عملت معجزات، لان هي عالجت كل الامراض اللي ممكن تنتج عن زياده الوزن وتغيرات الهرمونيه اللي ممكن تحصل في الجسم. يا سلام يا سلام. دكتور وليد ابراهيم دائما قادر على دهشتي وعلى انك تدينا فرحه وامل لينا وكل الناس اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي. كان معانا ومعاكم في مسا الورد في هذه الفقره المميزه في عيد الميلاد، معايا البروفيسور دكتور وليد ابراهيم، وهو استاذ جراحات السمنه المفرطه واستاذ جراحات تكميم المعده وتحويل المسار بالمنظار، وهو دكتوره ايضا جراحات بالمنظار. نورتني، انا لو قعدت ربع ساعه هقعد اقرا كل المواصفات اللي عندك بتكون قليله.
اسعدتيني، اسعدت كل مرضى السكر، ويا رب كده مثل الورد ومثل السكر. شكرا دكتور وليد. عفوا.